الدوري روشن محط انظار العالم. ضغط عالي من فابينيو، فابينيو لبنزيما لفابينيو، مرتدة اتحادية في هذه الأثناء. عبد الرزاق حمد الله يحاول التمرير، روما داخل منطقة الجزاء بكرة، روما 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 رومارينيو يأتي صار بسلامة لرومارينيو. با مسعود حولها لحمد الله خطيرة داخل منطقة، عبد الرزاق لبا مسعود والكرة بنزيما، يا ولد كعبك عالية بنزيما. بذكريات الرائعة في المباريات الكبيرة، شوفها يا عيني شوفها، شوف اللقطة وشوف اللمسة وشوف الكعب، الهدف الاتحاد الجميل يا كريم يا كريم يا كريم، هدف ولا أروع. ما شافهاش بونو، ما شافهاش الكورة، لكن التغطية سيرجي يتدخل، سافيج يحاول إبعاد الخطر، بعد ذلك خاطئة وكرة يا إلهي، هدف ثالث يا حميد عبد الرزاق. شوف من عنده القدرة على الصمود والمنافسة بقوة للفوز بلقب هذا الموسم. سعود عبد الحميد على جهة اليمين بكرة عرضية خطيرة، مع سالم الدوسري تغطية وتدخل تصل نحو ميشيل، هذه خطيرة، ميشيل داخل منطقة، ميشيل يلعب كرة عرضية براس وكرة، هذا هو ميتروفيتش وأمام مارسيلو غروي، ميترو غروي ميترو يا إلهي، غير معقول الهاتريك في هذه الليلة مترو يا جماعة. بعد من الدفاع خطيرة لكن فيها تغطية من غولو كانتي، أمام ياسر شاراني تصل إلى ميتروفيتش، روبن نيفيز، سعود عبد الحميد طويلة خطيرة هلالية فرصة وكرة